السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم حيث وجدتم. دائما احنا في رانا في دبلن عاصمة ايرلندا الجمهورية. اليوم رانا مع الاستاذ والباحث في التنمية الاجتماعية والدراسة الاسلامية الاستاذ عبد الرزاق احمد زروق. راح نديروا مع حوار، يعني خبير في التنمية الاجتماعية، نخلوه يتكلم ان شاء الله، يعني شرف عظيم ان نلتقيه ونجروا مع الحوار هذا. يعني هو يعني انسان طيب وكذلك انسان يعني مثقف ما شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله. اهلا وسهلا بك الاخ صالح، هنا في ايرلندا، ايرلندا الجنوبيه وعاصمتها دبلن. ف يعني فرصه سعيده جدا التقينا بك، وسعدنا وسعدت الجاليه الجزائريه كلها باستقبالك وقدومك الينا والتحدث الى كثير من اعضاء الجاليه هنا، وهذا شرف لنا وشرف لكل الجزائريين في الغربه. عموما معكم الاخ الباحث عبد الرزاق احمد زروق، وانا حقيقه متواجد هنا من حوالي 14 سنه، وهذه السنوات قضيتها في التعليم وكذلك التعلم، واستفدنا استفادات كثيره جدا، وتخصصي الان هو التنميه الاجتماعيه كبحث في اعاده ادماج المهمشين اجتماعيا وتعليميا و ثقافيا في مجالات الحياة، حتى نرفع من قدراتهم ونرفع ونطور كذلك من ذواتهم حتى يلتحقوا بركب الحضارة. وكما تشاهدون هنا في دبلن، هنا في هذه هذا المكان الرائع جدا اللي يسمى ستيفنز جرين بارك، فهذه الحديقة حديقة رائعة جدا. ودائما كنا نتمنى أن تكون بلادنا بلاد غناء ورحبة، وكذلك فيها من الحدائق الكثيرة، مع أنه حقيقة يوجد عندنا في الجزائر كثير من المناطق الرائعة جدا التي زرتها تحتاج نوعا ما إلى نوع من الرعاية والعناية، حتى كل ليس فقط الجزائريين يزورونها بل العالم كله، لأن أظن أن الجزائر هي أكثر وأعظم دولة سياحية يمكن أن تكون لو أن هناك شيء من الاهتمام من طرف ليس فقط الحكومة الجزائرية فقط، بل حتى من الشعب الجزائري وكل المعنيين هناك في الجزائر. عموما هذا هو تقريبا مجال عملي ودراستي الآن وبحوثي فيما يتعلق بمجالات الجانب الاجتماعي. دكتور أستاذ عبد الرزاق، نعم. لديك 14 سنة هنا في إيرلندا، نعم، كذلك سمعت أنك قد سبق لك الإقامة في بعض الدول العربية. نعم، حقيقة قبل أن أتي إلى إيرلندا كنت أعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكنت موظفا فيها في ثلاث وزارات، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم بعد ذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكان آخر مطاف بي أن كنت باحثا في دائرة الثقافة والإعلام في مجال الحضارة والتاريخ أو الحضارة القديمة والتاريخ الإسلامي، لكن كانت اهتماماتي كثيرة جدا في مجالات التنمية الاجتماعية ومجال الإنسان ورقي الإنسان، وهذا هو دورنا وهذا ما نصب إليه، وأتمنى أن يكون لنا ذاك التواجد والعمل الجاد في صناعة الجزائر، الإنسان الجزائري وتنميته، حتى يعيش في ركب الحضارة وركب الحضارات الموجودة الآن في 2013 في القرن الحادي والعشرين. وطبعا هذه الخبرة التي أخذتها من بلاد العربية، وهذه الإشكالية في قضية لغتي ليست جزائرية قوية جدا، يعني الدارجة الجزائرية شوية ضيعتها كما يقولوا احنا بسبب نوعية الدراسة وسبب أني عشت في دول الخليج، لكن لا أزال طبعا أفهم الدارجة الجزائرية وأتناغم مع الجزائريين وأفهم النغمة الجزائرية وما أحلاها. فالإنسان الجزائري بداخله، لم أرى أطيب إنسان يعني في بين الأجناس مثل الجزائري من داخله، وإن كان صعب أحيانا لما تتعامل معه تجد فيه صعوبة في التعامل، تجد فيه صعوبة نوع من النرفزة، لكن هذه صفة قد تكون صفة أحيانا طيبة في الجزائري لأنه إنسان عنده النيف، وهذه الأنفة إن شاء الله لو استخدمها في الخير لكنا بخير.
لا شك أن هناك بعض الأشياء وبعض القضايا اللي تخص الجالية المسلمة أو الجالية بالذات الجزائرية في إيرلندا، ولدينا بعض الاقتراحات ونوع من الحلول، لأننا نعتقد اعتقاد جازم بأن الإنسان لابد أن يكون جزء لا يتجزأ من الحل، بدل أن يكون هو جزء من المشكلة. فإشكاليتنا مع غيرنا في التعامل هي أننا لم نفهم بعض، ولا يوجد نوع من الكوميونيكيشن، يعني ما فيش هناك نوع من التواصل والاتصال مع سفارتنا أو القنصلية بحد ذاتها. نتواصل معها تواصل طيب، وكان بدنا لما جاءت القنصل المرة الماضية السيدة الكريمة لما أتتنا إلى هنا وكنا رحبنا بها، وكانت فرصة سعيدة أنها مش فقط تأتي مرة أو مرتين بل تأتي. متى كان ذلك يا أستاذ؟ حوالي تقريبا شهرين، من حوالي شهرين أتت، ولكن كانت الزيارة اليتيمة. تذكير فقط حتى الناس يفهموا أن بريطانيا دولة مستقلة وإيرلندا الجنوبية دولة مستقلة. الحقيقة الذين يقولون بأن عدد الجزائريين هم حوالي 4000، والله هو تجاوز 3000 إلى 4000، هذا اللي يمكن مسجل في السفارة، لكن حسب علمنا، لكن الظاهر أن هناك أكثر من 4000 إلى 5000 جزائري. وكون دولة إيرلندا تعتبر دولة إيرلندا الجنوبية وليست الشمالية تابعة لبريطانيا، لكن الجنوبية لعاصمتها دبلن مستقلة استقلال تام، مثل إسبانيا، مثل إيطاليا، بلجيكا، أوروبية. نعم. من الدول الأخرى، وهي من دول الاتحاد الأوروبي. لذلك كنا نتمنى أن السفارة الجزائرية ووزارة الخارجية أنها تفتح مكتب هنا، لهذا المكتب اللي يعين على قضاء حوائج وما يسمى أوراق جواز السفر وغيرها لاحتياجات الجالية الجزائرية هنا في دبلن. أنت عشت هنا أكثر من 14 سنة ورأيت تعامل الإيرلنديين، يعني شعب طيب، شعب مضياف، شعب مسالم، بدليل أن الشرطة كي شفت أنا تجولت في عدة مناطق لما رأى الشرطة بكثير. لو أن الحكومة في المستقبل أن تتعامل مع إيرلندا يكون أحسن لها، مثل البناء، في التعليم، في أشياء عدة. إيرلندا صارت، إيرلندا بالذات نظرا لأنها من دول التي ليست لها أي تحيز، ليست لها أي سياسات صراعات سياسية في العالم، تعتبر دولة محايدة، دولة طبيعية مسالمة. فبذلك دولة إيرلندا من أهم الدول الآن التي صارت كثير من دول الخليج والعالم والذات الدول العربية ترسل إليها الطلاب، فيوجد أكثر من الآن 10,000 سعودي وألاف مؤلفة من العراقيين وألاف من الآن من الليبيين الموجودين كبعثات رسمية، ونتمنى أن الجزائر ومرحب بهم كذا. ما في مضايقات من بالعكس، كثير من الطلاب اللي كانوا موجودين في دول أخرى أوروبية كلهم أتوا إلى إيرلندا نظرا لأن إيرلندا دولة آمنة، دولة مستقرة، دولة ليست فيها كذلك الترابات. يعني بعد أحداث سبتمبر فصارت في مضايقات في أمريكا، أقصد على أمريكا وبريطانيا صارت في مضايقات للطلاب المسلمين. المراكز الإسلامية الموجودة في إيرلندا قامت بدور فيما يتعلق باستقرار الجالية المسلمة، وعملت عمل كبير جدا في أن لا يوجد أي نوع من الاحتكاك أو نوع من الصراع بيننا وبين السلطة الموجودة. العكس، كثير من الموجودين هنا أعطيت لهم الجنسية وصاروا هم مواطنين، كما كثير من الجزائريين هم إيرلنديين لكنهم أبدا لن ينسوا أبدا أنهم جزائريون، لأنهم أصلهم جزائري ويبقى حبهم للجزائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى. لكن رغم ذلك نجد بأن إيرلندا قد ضيفتهم وأكرمتهم وحمتهم وقدمت لهم جميعا. لا شك أن إيرلندا تختلف نهائيا عن بعض الدول اللي حدثت فيها بعد أحداث سبتمبر بعض المضايقات للمسلمين والجزائريين وغيرها، فقط لأنه شكل يبان بأنه جزيري ولا يبان أنه بلاد عربية ولا عربي. لكن لاحظ أن إيرلندا ما فيهاش هذك المضايقات الكثيرة، العكس، ما لاحظنا كثير أن يعني الشرطة مثلا تمسك ناس في الطريق لأن اسمه محمد ولا أحمد ولا اسمه حكيم، وإنما البلد هذه مسالمة متعاونة وفرنلي كما يقولوا، يعني كانت ناس هنا تمشي في الطريق، وأكبر دليل إحنا نمشي في هذا البارك فوجدنا إخوتنا، وجدنا إخواننا من الكويت. السلام عليكم، كيف حياكم الله؟ محمد هنا موجود. السلام عليكم. من الطلاب الكويتيين. كيف حياكم الله؟ السلام عليكم. هلا وسهلا. كيف أخبارك؟ الحمد لله. ممكن تعرف عليك أخي؟ محمد من الكويت. كيف أخبارك؟ الحمد لله. كم لك من سنة هنا؟ ثاني سنة. في الدراسة في الجامعة؟ جامعة دي اي تي، أدرس طالب هندسة. ما شاء الله، بالتوفيق أخي. الله يبارك. إن شاء الله. أخي. هلا يا مرحبا. كيف أخبارك؟ الله
يسلمك. وكان تعرف الاسم الكريم؟ إبراهيم العنزي طال عمرك. الكل السنة الأولى الثانية؟ والله ثاني سنة لي. ما شاء الله. في أي تخصص؟ تغذية بشرية. ما شاء الله. الله يتفق. الله بالتوفيق أخي. الله يجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام. ناصر الرشيدي. أي تخصص آخر رشيد؟ هندسة كهربائية. ما شاء الله طلاب يعني ما شاء الله بالتوفيق. الله يجزاك. شكرا لكم أخي. كيف إحساسكم وتواجدكم في هنا كعربي؟ ما هو إحساسك حينما تأتي إيرلندا؟ فيه مضايقات فيها؟ لا والله كعرب مسلمين والله الحمد لله ما لاحظنا المضايقات هذه، ولو وجدت توجد كمية قليلة جدا يعني. نفس توافقوا نفس تماما 100% بل وبالعكس معاملتهم طيبة جدا، أفضل من جميع الدول الأوروبية، وكمساجد وكأعمال خيرية وما يمنعون التبرعات كل مرة يعني الحمد لله كل شيء 100%. توفيق أخي. الحمد لله. ربما عندك العكس أنت، ربما لماذا لم تختار أمريكا وبريطانيا للدراسة؟ لماذا اخترت إيرلندا؟ لا الحمد لله هني الشعب مسالم، الشعب ما يفرق بين مسلم أو أجنبي أو عربي أو مسيحي، كلهم نفس الشيء عندهم، المهم إنك تشتغل وما تكسر القانون، أهم شيء تلتزم قوانينهم وما حد يقرب صوبك. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. أي كلمة تقولها أخي؟ الله يجزاك خير. وأبد إذا أحد بيختار ديرة إيرلندا ما في أحسن منه. شكرا لك. ما هي نصيحتك للعرب الذين يرون الدراسة هنا في إيرلندا؟ نصيحتك للعرب. إيرلندا كدولة جميلة قانونية، عندهم مساواة، يعني مساواة ديننا الحنيف تجدها في إيرلندا صراحة، ما في فرق لا بين أعجمي ولا عربي ولا شيء. بارك الله فيكم. حياك. شكرا لكم. سلام. مشكورين أخي. بالتوفيق إن شاء الله. ها. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن أعلق على هذا اللقاء الطيب جدا مع الشباب المبتعثين من الطلاب الكويتيين، على أن ندعو حكومتنا في الجزائر والسلطات هناك أن يرسلوا آلاف طلبة من الجزائريين الطلاب ليتعلموا في إيرلندا، فهذا في الجزائر محوجها إلى أن ليست هي أقل احتياجا من دول الخليج الآن، فالإمارات أرسلت آلاف والكويتيين أرسلت كذلك، السعوديين كذلك، السعوديين بالآلاف، الليبيين، العراقيين، التونسيين الآن مع السلطة الجديدة الآن موجودة حتى، والجزائر كذلك يعني متشبثين بفرنسا، متشبثين بفرنسا يا أخي، كذلك في فرنسا. نتمنى من السلطات الجزائرية أنها ترسل طلاب إلى إيرلندا ليدرسوا في جامعاتها، خاصة الطب وغيرها من التخصصات، وهذا سينفع إن شاء الله الجزائر ويرفع من مستواها الأكاديمي ومستواها العلمي. لا شك أن الجزائر فيها من المتخصصين الشيء الكثير، لكن رغم ذلك نحتاج، لا تزال أجيال كثيرة جدا وعدد المهتمين من الطلاب الجزائريين كثر، ودائما يراسلوننا كثير من الطلاب، كثير من الشباب الجزائريين يراسلون يريدون أن يدرسوا في إيرلندا. فأهلا وسهلا بكم في إيرلندا، في بلد الأمان وبلد الصحبة، بلد الخير، بلد الشمس. الآن طلعت الشمس فقط لأن صاحبنا صالح جاء وقدم إلينا فأتى بالشمس، كأن الجزائر أتى بشمس الجزائر. ما 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 حبنا وما اشتياقنا إلى بلاد الجزائر، إلى بلادنا بهضابها وجبالها وسهولها، بأرضها الطيبة، أرض الشهداء، أرض المليون شهيد وأكثر من ذلك، وتاريخها بدليل أننا زرنا المكان، القرية المنسية المسروقة بالتيمور. بالتيمور لا شك أن الأخ صالح قد قام بزيارة طيبة جدا لبالتيمور، وهذه الزيارة كانت يعني مجدية، سيوافيكم بكل تفاصيلها. ترى الأخ صالح ما شاء الله عليه راح جاء إلى إيرلندا وتكبد عناء السفر والتجوال، وذهب إلى منطقة في كورك في جنوب إيرلندا اللي فيها التقى فيها بمؤرخة هناك في منطقة في 1631 طبعا في القرن السادس عشر الميلادي، وهذه القرية كانت تو إليها القراصنة الجزائريين، وفيها ما فيها من الحكايات حول الجزائريين الذين اختطفوا، يقال أنهم اختطفوا إيرلنديات. الله الله، إحنا الجزائريين نحب الاختطاف الإيرلنديات لأنهم فيهم جمال وفيهم ذاك الشقر يعني، فأخذوهم إلى الجزائر، ومع الأجيال صار هناك نوع من إذا شفتم في الجزائر بنات ما شاء الله جميلات شقراوات يمكن أصلهم إيرلندية أو إنجليز. لأنهم هم أقاموا أكثر ما يعني مغزوة، ما ليس أول مغزوة. إذا إن شاء الله صالح سيوافيكم بتفاصيل هذه الجولة اللي أقامها وعملها في كورك، وستكون إن شاء الله لاحقا في من خلال ما يحمله لكم من يعني
من أخبار سارة جدا في ما يتعلق بهذه الجولة التاريخية اللي قام بها الأخ صالح. شكرا أخي. تكلمت على مشاكل الجالية هنا، يعني تقدر تقول تتكلمنا على المشاكل الأخرى مثلا اختلاط الزواج، زوج المختلط، مشاكل العائلي، يعني هل لديك يعني تجربة في هذا المجال أو قصص من هذا النوع؟ لا شك من بين تخصصاتي اللي كانت من قبل وحتى الآن، يعني نحن نقوم بدور المصلح في أو جمع، أو لما تكون هناك مشاكل زوجية أو قضايا طلاق، نتمنى أن نكون لنا ذاك الدور الفعال في جمع بين المتزوجين، وأن نقوم بتخفيض عدد أحوال الطلاق وأسبابها. لا شك أن الضغط النفسي وضغط الغربة وكثرة المصاريف، خاصة ما يتعلق بالمصاريف الترحالية للجزائر، لما الواحد كل عام والعامين يشتري تذكرة هو وزوجته حتى ينزل الجزائر لأن التذكرة غالية، وهذه مشكلة تتيكت مع الأرجيري. فلو أن الجزائر صارت دولة سياحية، ونتمنى تكون دولة سياحية، وهي تكون قد تكون إذا قلبت إلى دولة سياحية حقيقة ستكون أحسن ألف مرة من تونس والمغرب وجميع الدول العربية. فبذلك نتمنى من الخطوط الجوية الجزائرية أن تخفض الأسعار تيكت، لأن هذا يثقل كاهل العائلة الجزائرية اللي تسبب فيها، وهي سبب من أسباب الطلاق، لأن كل ما العائلة الجزائرية ابتعدت ويعني ابتعدت وصار هناك بينها وبين ذهابها إلى الجزائر سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، تحدث أزمة وكآبة ومشاكل زوجية. إذن يا الخطوط الجوية الجزائرية أنت سبب في طلاق كثير من الجزائريين هنا. بالمناسبة ذكرت الخطوط الجوية الجزائرية، هل يوجد لها مكتب هنا في دبلن؟ لا يوجد لها مكتب، لا نسمع بها إلا في الإنترنت. سبحان الله سبحان الله. الخطوط الجوية الجزائرية في الإنترنت والآن في هذه الأيام الجزائري معظم الجزائريين يبحثون عن الخطوط الجوية التي توصلهم إلى تلك البلاد. كيف تتنقلون من هنا للجزائر؟ كيف يتم التنقل؟ التنقل بالعمل ليل نهار في الإنترنت، البحث على أسعار رخيصة وسؤال الناس والبحث عن الناس موجودين في الجزائر في الخطوط الجوية الجزائرية على أساس يجدوا لنا أسعار رخيصة، كأننا ذاهبين إلى بلاد هاواي ولا ذاهبين إلى بلاد في أقصى الأرض، بينما الجزائر هي أقرب الدول عندنا. تروح لتونس سهلة جدا، تروح لتونس وتروح بباكاج وسهل تروح سياحة في أقرب وقت وفي أي طائرة، لأن هناك طائران مباشر. المغرب نفس الشيء، كل الدول نفس الشيء، إلا الجزائر كأنك ذاهب إلى دولة، يعني سبحان الله كأنها دولة مخفية، يعني لا كأنك رايح أستراليا ولا رايح نيوزيلندا. دكتور سميتك دكتور لأني سمعت أنك تحضر في دكتورة في هذه الأيام، يعني ممكن تعلقنا على الكلمة اللي سمعنا الحديث اللي سمعناه من بعض الإخوة. هو نحضر الآن في دراسة حول التنمية الاجتماعية في الدول العربية، كيف تستطيع الدول العربية التي يعني بعضها ألزمت بقضية الإقصاء والتهميش، كيف إرجاع الشعوب وتنميتها، كيف يستطيع الإنسان الجزائري يرتفع بفكره وذكائه وبإنسانيته وبأخلاقه فيصير رجل يستطيع أن يكون عاملا ويكون بناء في بلاده، كيف يستطيع البحث هو كيف ربط الحكومة الجزائرية بالشعب، كيف هذا التواصل يكون تواصل وتناغم بين حكومة تحب شعبها والشعب يحب حكومته وليس العكس، وليس هذه الكراهية وهذه الفجوة، لأن إذا وجدت هذه الفجوة في علم التاريخ في تاريخ سقوط الدول فالدولة ستسقط يعني حتما. فكل الدول وكل حتى مدار الحياة وما يسمى السيركل تاع الحياة بالنسبة للدول، فستسقط أي دولة إذا لم يكن هناك تواصل ومواجهة حتمية أن تتواصل مع شعوبها وكيف تستطيع أن تصل إليهم وتحل مشاكلهم وتدمجهم إدماجا كاملا في قضية تطور التنمية. فإشكاليتنا كيف نفهم الشعوب وكيف الشعوب تفهم حكامها. تكلمنا على التعليم مع الإخوة الكويتيين سابقا، لكن هناك عدة أسئلة للجزائريين، في بعض الأحيان يكتبوا للجزائريين يتسألوا على كيف الالتحاق بالمدارس في بريطانيا والمدارس في لندن للتعلم وللدراسة، ممكن أن تشرح لنا كيفية الالتحاق هنا بالتعليم؟ لا شك أن الطالب لما يأتي لحاله طبعا هناك صعوبات كثير جدا، يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا أنه يتواصل مع الجامعة، لأن هناك فرق كبير جدا بين الجامعة في حد ذاتها في الفيس داحة ما يتعلق بالمصاريف رسوم الدراسة وبين الفيزا حتى يأخذ الفيزا. طبعا تنسوش أن الجزائري الجواز الوحيد في العالم لابد له تأشيرة في كل مكان، هو نفسه لازم تأشيرة.
الجو الجزائري يعني الباسبور الجزائري مشكلته أنه أخضر، ولكونه أخضر فممنوع من السفر، لكن ولا بد له يعملوا له ألف حساب. فمعظم الجزائريين اللي يأتوا إلى أوروبا بالنسبة للأوروبيين فهم محل شكوك، محل شكوك. لماذا؟ لأنه يريد يبقى، هارب من بلاده يريد يبقى. ونتمنى يجي اليوم للفرنسيين والأوروبيين هم اللي يروحوا يحرقوا لبلادنا، بدل الحرقة تكون شو اسمه تكون عكسية، يعني مش إحنا نحرق، مش الجزائريين يحرقوا لأوروبا ويموتوا في البحر في البحر مثل الحوت ولا مثل السمك ولا العكس. لكن لو أن الحكومة الجزائرية عن طريق السفارة الجزائرية وزارة الخارجية وخاصة وزارة التعليم العالي قامت بنوع نوع من الدور في اتصال بالتعليم في دول أوروبا مثل إيرلندا متقدمة، الآن أرى إيرلندا متقدمة، أعطيت لهم كراسي وعطيت لهم مقاعد في الدراسة، وأنهم كذلك تم تخفيض الرسوم. وهذا دور، هذا دور الحكومة ودور وزارة التعليم التي تهتم بأولادنا في الجزائر. لكن لا شك أن اللي يريد يأتي من الجزائريين إلى هذه الدير ليدرس فهي فرصة كبيرة جدا وسانحة، وفيه تسهيلات الآن للدراسة في إيرلندا في جامعات كثيرة جدا. هناك من أشهر الجامعات جامعة الدي سي يو، جامعة اليو سي دي، جامعة مينوث، جامعة تريتي كوليج، وهناك الدي آي تي، جامعات كثيرة جدا. ما على الشخص إلا أن يدخل الإنترنت والصفحة ثم يبحث عن الطرق ليأتي هنا. لكن أتمنى أن الذي يساعد ويدعمه هي الحكومة الجزائرية، هي الأم، وهي اللي تكون دائما تفكر في أولادها. كباحث وتحضر الدكتورة، يعني ما هي أمالك وطموحاتك نحو الجزائر في المستقبل؟ ماذا تنوي أن تفعل في الجزائر أو تساعد الجزائر؟ ماذا يمكنك أن تقدم للجزائر؟ والله أتمنى الجزائر لا تذهب إلى مذهب تليه بعض الدول في قضية ما يسمى في علم التاريخ سقوط الدول هو الكلبس. يحدث فترة أن الدول كما ذكرت أن الحياة الإنسان يمر بفترة الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم يموت. نفس الشيء الدول كذلك تسقط وتموت، حتى ولو كانت قضية القوة عندها بجيشها بدركها بأمنها ما يمكن أبدا أنها يحول بينها وبين سقوط، لأن الأضلع الثلاث للدولة هي القوة والسلطة والدستور والقانون الذي يحمي هذه الكتل الشعبية ويحمي هذه المجموعات الإثنية أو المجموعات أو الشعب في حد ذاته. زد على ذلك هو العدالة والحكم الراشد اللي كلما كان في عدالة وفي نوع من الحرية التي تضبط الأمور والحرية التي تتماشى مع ثقافة ودين المجتمع اللي موجود فيه كلما كانت هناك نوع من الاستقرار في البلد. الجزائر ستذهب حتما إذا لم يتم إصلاحها وإدخال بعض التغييرات وأنها تتماشى مع التحولات العالمية الآن. أتمنى أنها تبتعد عن الدخول في صراعات قد تسقطها، لأن لا نريد أن يكون لنا نفس ما حدث في غيرنا من دول الجوار. من أي ناحية؟ من ناحية الدماء، وكفى الجزائريين في العشر السوداء وغيرها أنهم عاشوا فترة سوداء وعاشوا فترة حقيقة دمرتهم نفسيا، وأثر هذا التدمير موجود إلى يومنا. فالجزائر في حد ذاته في تكوينه مضطرب نفسيا، لا يعرف يحبك ولا يكرهك، يعمل خير ويعمل شر، مش فاهم يعني تلفت له كما يقول الجزائريين تعالى تلفت له، حتى ما تتلفلوش وما تتلفش الحكومة الجزائرية كيف تتعامل مع الشعب. الشعب لا شك أن مشاكله زادت بشكل كبير جدا، لأنه يمكن يعيش في التهميش ويعيش في الإقصاء. نحتاج من الناس العاملين في الحكومة الجزائرية أنهم يقوموا بإصلاحات هامة جدا على جميع المستويات، المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمستوى خاصة التعليمي. فالجانب التعليمي والتربوي هام جدا، ولابد أن يعطى فرص لإحياء المجتمع المدني. ما قلنا يا جماعة المجتمع المدني اللي ضد الحكومة ولا ضد السلطة والصراعات السياسية، وإنما مجتمع يكون يعمل في خدمة الشعب واستقرار البلد. فإن شاء الله تحيا بلادنا وتحيا الجزائر. آمين. وليعيش جميع الجزائريين أحسن وأفضل من إيرلندا إن شاء الله. الدول الأوروبية. أنت سافرت وعشت في عدة دول، يعني الفرق بين هذه الدول وإيرلندا، ما هو البلد الذي أعجبك يعني ارتحت فيه تقدر تركز فيه تقدر تبحث فيه؟ والله لا شك يعني لا أكون يعني كاذبا أو مخطئا لما أقول بأن إيرلندا يعني حتى ولو كان الجو فيها شوية يعني مش جو مشمس هو البلد الذي أعطى لنا فرصة في الفكر وفرصة في التعلم. وكذلك لا شك أنا لا أنكر كذلك الجميل أني درست في بلاد الخليج واستفدنا من هناك،
لكن استفدنا في أوروبا حرية الفكر، حرية البحث والدراسة والعمل الإيجابي والفكر الإيجابي، بدل أن يكون فكرنا سلبي تجاه الآخرين. نحب الآخرين، علمتنا أوروبا كيف نحب الإنسان. شكرا. لديك أولاد أستاذ؟ نعم لدي 6 أولاد. الله يبارك. عندي ابني الكبير في الجامعة يدرس اقتصاد، وعندي الثاني الآن على أبواب أن يدرس الطب، فهو في الثانوية العامة، وغيرها كذلك الآن كلهم يدرسون ومتأقلمين ومندمجين اندماج كبير جدا في إيرلندا هنا، يتكلمون اللغة العربية والإنجليزية ويتكلمون الفرنسية كذلك لأنهم يدرسون الفرنسية ما شاء الله، ولغات أخرى إيرلندية كذلك، لكن يحبون الجزائر حب شديد جدا. في عمري اللي شفت أولادي يحبون الجزائر مثل أولادي. عندنا أيام لما جات الإكيب ناسيونال هنا في الجزائر، عندنا في الدار عندنا العلم. إحنا ما تنسوش، أنا حبيت أخبر الإخوانا في إيرلندا هنا، أنا عندي أكبر علم جزائري في إيرلندا. كم طوله يا دكتور؟ والله يمكن 5 أمتار أو 6 أمتار، ما أدري. بالنسبة لشبابي ما شفت غيري. كيف جت من البلاد ولا؟ جبت من الجزائر. الله يبارك. وشباب الأولاد كي بتذكر في يوم في سنة 2010 جاءوا من أستراليا، أمريكا، بريطانيا، يعني والله يعني الناس تحب بلدها يا أخي. نعم، العلم الجزائري حطيناه فوق البيت وصورناه من فوق، فكان تصويره رائع جدا. فنحب الجزائر، نحب أهل الجزائر. بارك الله فيك. فيك يا بلادي. ما هي نصيحتك للناس اللي يشوفوك يعني في الغربة؟ كما تعرف احنا في برنامج احنا في حنارة زار اسمع احنا في حنارة دخل البيوت بدون استئذان راه سون فيزا. ما هي نصيحتي؟ ان يتحابوا، ان يجتمعوا مهما كانت خصوماتهم، مهما كانت احوالهم، مهما كانت افكارهم، ان يجتمعوا ويكون عندهم نفسيتهم طيبة. لما يتحاوروا مع السفارة الجزائرية والقنصلية الجزائرية يتعاملوا بحب. ونتمنى ومد ايدي الموجودين في السفارة الجزائرية والقنصلية الجزائرية، بدل يجوا يديروا لنا كوارد، ما نسحقوش كوارد، يجونا نعملوا لهم احتفال. ما نحبش نشوف ان القنصل او السفير يجينا هنا حتى يسمع مشاكلنا. صحيح عندنا مشاكل، نريد يسمع يشوف اولادنا كيف يعيشون، يشوف الحريه الموجوده، يشوف كيف الجزائريين يحبوا ان يكونوا طيبين، ثم بعد ذلك يساعدنا. اعرف ان السفاره انها مشكلتها ما عرفتناش منا، والقنصليه ما عرفتش من الجزائريين، يظنون ان كل الجزائريين الموجودين كلهم ناس راح ياكلوهم ولا كلهم ضدهم. لا لا لا، فيهم ناس كثير جدا يحبوهم ويحبوا الجزائر ويحبوا الاستقرار ويحبوا الخير ويحبوا يطوروا البلاد ويحبوا يطوروا البلاد. وهذه النيه اللي موجوده هي هامه جدا، لان لابد يعرفوا الناس الموجودين حتى الحكومه حتى الجانب الامني وغيره بان ناس كثير جدا يحبوا الخير. المشكله في الجزائري فيه خير وفيه شر كاي انسان، لكن لو جيتوا الجزائري من جهه خيره تقضي على شر. بارك الله فيك. راح يجتمع كل الجزائريين، واتمنى كاقتراح ان تجتمع كل الجاليات الجزائريه، ليس لاسقاط الدوله الجزائريه من الخوف والرهب الموجود. الدول تسقط بدون ثورات اذا لم يكن هناك حكم راشد وهناك اصلاح وصلح. سمعت كما قال الله عز وجل حتى اذا كان جبل الايه، وما كان الله مهلك وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اذا كان فيها صلح إصلاح وحكم راشد بإذن الله المجتمع سيستقر ويكون فيه محبة ويكون فيه استراتيجيات لخدمة بلد. نتمنى أن تكون الجزائر، شوف الجزائر بثوراتها ثرواتها البترولية والغازية اللي فيها أكبر مخزون بترولي في العالم وكذلك في الغاز هو أحسن. تصور إيرلندا، شوف بس إيرلندا ما عندها ولا شيء ولا بنية تحتية، لكنها تعيش رخاء في أزمة اقتصادية عالمية الآن أحسن الله. 1000 مرة من الجزائر. سبحان الله. والجزائر شوف 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 يعني شوف, شوف, شوف يعني الحديقة هذه، شوف يعني شفنا كيف درنا يعني ما شاء الله. شوف سبحان الله، هذه حديقة واحدة. حديقة خليك واحدة. لا احنا سمعت. أتمنى الجزائر تستطيع أن تكون أحسن 1000 مرة من إيرلندا، أحسن 1000 مرة من أي دولة في العالم، لكن ليس فقط بقضية دولة في حد ذاتها ولا قضية نظام، هي قضية مجتمع لابد أن يفهم ولابد أن يأخذ المسؤولية على كاهله من بداية من البيت، من الأسرة، من المسجد، من الشارع، من المدرسة، من المصنع، من الحكم والنظام، أنه كله يهب هبة رجل واحد لخدمة هذا البلد اللي ماتوا عليه ملايين الشهداء. بارك الله. أتمنى الخير لبلادي وأتمنى الخير لكل جزائري يعيش في أوروبا. أتمنى له أن يرتاح في هذه البلاد ويرتاح في بلاده ويزور أهله ويجمع بينه وبين جميع العائلات في العالم ان شاء الله. شكرا على اللقاء هذه اخي، بارك الله فيك على اللقاء يعني مشكور. طيب.
شكرا، جزاك الله خير صالح، وشكرا على هذه الاستضافة، وهي فرصة سعيدة أن أتيتنا هنا لدبلن، ونستودعك الله إن شاء الله بإذن الله، وترجع إلى بريطانيا سالم وإلى الجزائر غانم، وترى إن شاء الله العائلات، وسلم على كل الجالية الجزائرية في بريطانيا، وإلى اللقاء. السلام عليكم. سلام.